كان عليه الصلاة والسلام يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح، يعني يا راشد في مسعاك ويا ناجح فيما أنت فيه. إذا إنسان بحث عن ضالته أن يقال له يا واجد، وأن يسمع التاجر يا رازق، وأن يسمع المسافر يا سالم، وقاصد الحاجة يا نجيح، والغازي يا منصور، والحاج يا مبرور، والزائر يا مقبول. دائماً اختار الخبر الطيب. لطيف الكلام. طالب الضالة يا واجد، التاجر يا رزاق، المسافر يا سالم، قاصد الحاجة يا نجيح، الغازي يا منصور، الحاج يا مبرور، الزائر يا مقبول، وأمثال ذلك كما في المرقاة. يعني في أشخاص دائماً سوداوي المزاج، يعطيك الصورة القاتمة، ينبئك بالشر المحتم. هذا الإنسان يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفأل، يحب أن تتفاءل بالخير. مرة واحد سمع كلمة أنه في عام كذا بعد عامين ليس هناك أي مجال لعمل خاص، وعنده معمل، ما زال الهم يأكل من قلبه حتى أصيب بمرض عضال، مع أن هذا الكلام لم يطبق، وما من وقت نشط فيه العمل الخاص كهذه الأوقات. فإنسان يأخذ كلمة يسبب لنفسه متاعب كثيرة جداً يصدقها ويلغي التفاؤل من حياته، هذا إنسان غير عاقل. أو أحياناً يقول لك الجفاف حل في بلادنا، ثم نفاجأ أن هناك أمطاراً غزيرة. أنا أذكر مرة يعني بلغ الجفاف درجة أن دمشق معدل الأمطار السنوي صار 160-140، استمر 7 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، حتى قيل إن خطوط المطر انتقلت وتبدلت، ثم نفاجأ بعام 350 ملم، العام الثاني 310، العام الثالث 260. الإنسان لا ينبغي أن يتشائم، يعني بالأمطار تفاءل، بالمواسم تفاءل، بالمستقبل تفاءل. في إنسان بنقي، شو في أخبار مظلمة سمعها يلقيها ويكبرها حتى يشعر الناس باليأس؟ ليس هذا هو الإيمان. الإيمان أن تلقي الخبر الطيب، أن تلقي الخبر المريح، أن تختار من بين الأخبار كلها الخبر الذي يثلج الصدر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل الصالح، أي الكلمة الحسنة المبشرة بالخير. كان عليه الصلاة والسلام يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح، يعني يا راشد في مسعاك ويا ناجح فيما أنت فيه. إذا إنسان بحث عن ضالته يقال له يا واجد، وأن يسمع التاجر يا رازق، وأن يسمع المسافر يا سالم، وقاصد الحاجة يا نجيح، والغازي يا منصور، والحاج يا مبرور، والزائر يا مقبول. الإنسان سيسافر، رافقتك السلامة بالطيارة نعم شيء بخوف، إذا وعيت ما في، وقد مات جميع ركابها، هذا كلام ما بيصير. دائماً اختار الخبر الطيب. لطيف الكلام. طالب الضالة يا واجد، التاجر يا رزاق، المسافر يا سالم، قاصد الحاجة يا نجيح، الغازي يا منصور، الحاج يا مبرور، الزائر يا مقبول، وأمثال ذلك كما في المرقاة. والله المؤمن لطيف،
يختار أجمل الكلمات. أنا حدثني أخ طبيب قال لي عندي طالب في آخر سنة، هو أستاذ في الجامعة، قال لي عنده امتحان فغاب، امتحان شفهي غاب، التقى به بعد أيام، لما لم تأتي؟ قال له أنا ما حاج. لماذا يا بني؟ قال له أنا مصاب بمرض خبيث، وقد وقت لي الأطباء أشهرا عدة أموت بعدها، فماذا يعني الامتحان بالنسبة إلي؟ هو بأعلى صف، يعني امتحان شفهي وتخرج. قال لي هذا الصديق، فما زلت أقنعه أن يقدم الامتحان، حتى قلت له والله لن أسألك ولا سؤال، بس تعال. قال له ولما؟ قال له لو أنك مت يكتب على نعوتك الدكتور فلان. فقال لي بعد لأي وبعد إقناع شديد جاء وقدم امتحان ولم يسأله ولا سؤال، رقى لحاله وليأسه ونجحه. بيقول لي بعد 6 سنوات رأيته في الطريق فصعقت، فسألته عن حاله، قال والله ذهبت إلى بلد أجنبي وأجريت فحوصاً دقيقة، فإذا أنا مصاب بمرض يشبه أعراض المرض الخبيث تماماً، إلا أنه التهاب بالأمعاء، التهاب حاد، وشفيت من هذا المرض. العوام يقولون إلي عند الله مو عند العبد، مهما كان الخبر قاسياً، مهما كان التشخيص مخيفاً، ثق بالله عز وجل. بل إن الأطباء يقولون إن ارتفاع معنويات المريض أحد أسباب شفائه، ارتفاع معنوياته. لذلك التفاؤل والاستبشار بالخير محمود شرعاً. الإنسان أحياناً الطرق كلها مغلقة أمامه، فجأة تفتح الطرق كلها، بيكون ما في أمل الزواج، ولا عنده بيت، لا بده عمل، بيتوظف براتب كبير ويجد بيت. يعني في أخ كريم ساكن خارج دمشق، له قريبة ساكنة ببيت بحي ممتاز، والبيت كبير، البيت فارغ تقريباً، وهي ساكنة في غرفة واحدة ومفصولة عن البيت، وعرض عليها طويلاً أن تؤجره هذا البيت فرفضت، وساكن بمكان بعيد. مرة دخل أحد اللصوص إلى البيت إليها، فخافت فبحثت عن قريبها وقالت تعال اسكن هنا في البيت. يعني الله أرسل لص لهذه المرأة فدفعها إلى أن تأتي بقريبها ويسكن معها في البيت في حي جيد. فالأمور تبدو مغلقة، تبدو الطرق مسدودة، تبدو الأمور صعبة المنال، الحاجات متأبية، فجأة تسهل. فالله عز وجل إذا أعطى أدهش، تلاقي شخص لا يملك شيء، اشتغل ونال شهادات عليا وتزوج وسكن ببيت وتاجر وربح، يعني لا يصدق نفسه أنه هل يكون هذا الذي كان بعد أن لم يكن؟ طبعاً. لذلك التفاؤل والاستبشار محمود شرعاً. أما التطير بمعنى التشاؤم فهو منهي عنه شرعاً. واحد توفي وترك 5 أولاد أيتام، وله أخ فقير، ولهذا الأخ الفقير شيخ، فجاء هذا الأخ العم إلى شيخه يبكي، قال له أخي مات وترك لي 5 أولاد ولا أملك قوتاً لهم. فقال له الشيخ لا تملك شيئاً؟ قال له لا، أملك شيء يكفي 7 أشهر. قال له جيد، بعد أن ينتهي ما بيديك ابدأ بالبكاء، بكير على البكاء. قالوا هذا الإنسان عاش 5 أشهر، يعني بكى خوفاً من ضيق ذات يده، والأجل لم يمهله حتى يبلغ هذا الوقت. التطير بمعنى التشاؤم منهي عنه شرعاً. وكان عليه الصلاة والسلام يتفاءل ولا يتطير، وكان يحب الاسم الحسن. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى،
ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة، ومع ذلك فر من المجزوم فرارك من وحش كاسر، فر من المجزوم، خذ بالأسباب. أما إذا وقع المرض قل هو من الله لا من زيد ولا من عبيد، إياك أن تشرك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفى تأثير العدوى بذاتها، نعم، بل إن الله سبحانه وتعالى إذا أذن تقع العدوى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا صفر، فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل لكأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها، شيء واقع هذا. فقال عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول، أول جمل أصيب بالجرب، من أصابه بهذا المرض؟ الله جل جلاله. يعني أراد النبي أن نوحد لا أن نشرك. أما الفرار من المجزوم واجب، إذا إنسان مجزوم واجب أن تفر منه، إنك إن فررت منه أخذت بالأسباب. أما إذا أصبت بمرض لا سمح الله ينبغي أن تعزوه إلى الله. أما ولا هامة، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، قال هو اسم لطير يتشاءم به الناس، يسكن في الأماكن الخريبة ويصيح ليلاً، هو البوم، هناك أناس يتشاءمون من البوم، اسمه هامة، قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. أحياناً يتشاءموا من قطة سوداء العوام أحياناً، هذا كله ما له أصل. ولا صفر، قال كان أهل الجاهلية يحلون صفر عاماً ويحرمونه عاماً، فقال عليه الصلاة والسلام ولا صفر، يعني حتى شهر معين ليس هناك تشاؤم من شهر معين. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أما الآن الحديث الدقيق، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من ردته الطيرة، أي منعته من حاجته، فقد أشرك. يعني واحد مسافر اتشاءم من رقم، حجز 13 رقمه بالطيارة، أم لغى السفر؟ إذا كان لغى السفر من رقم 13 أو من يوم الأربعاء أو من شخص رآه بعينه أو من طائر معين، إذا بيلغي إقدامه على حاجة لسبب تشاؤمي، قال فقد أشرك. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا وما كفارة ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ما في إلا الله عز وجل. لازم نعتقد الاعتقاد يقيناً، وأي اعتقاد آخر نوع من أنواع الشرك، ألا وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم للتيمن في شأنه كله. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. وفي رواية مسلم كان عليه الصلاة والسلام يحب التيمن ما استطاع في طهوره وفي تنعله وترجله وفي شأنه كله، أي أن يبدأ باليمين، هذا نظام، ابدأ باليمين. إذا كان الأفعال تنجز باليد كان عليه الصلاة والسلام يبدأ باليد اليمنى، يستخدم اليد اليمنى، وإذا كان الأفعال تدرك بالرجل استخدم رجله اليمنى. والحكمة أنه من باب تكريم اليمين والتفاؤل الحسن، فإن أصحاب اليمين
هم أصحاب الجنة، يؤتون كتابهم بأيمانهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وهذا نظام المجتمع المسلم، نبدأ باليمين في الدخول وفي الخروج وفي الجلوس وفي القعود وفي الطعام وفي الشراب وفي اللباس. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النظام ألغى الفوضى، سن البدء باليمين ورجحها على الشمال لما تقدم. فكان عليه الصلاة والسلام يبدأ باليمين في طهوره، أي تطهره، وهذا شامل الوضوء والغسل والتيمم. في الوضوء والغسل والتيمم تبدأ في اليمين، وفي ترجله أي تمشيط شعره ابدأ بالقسم الأيمن، وفي تنعله ابدأ بلبس نعلك الأيمن، ابدأ بالجانب الأيمن، وفي شأنه كله. وكان عليه الصلاة والسلام يحب التيمم، يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، ويحب التيمم في جميع أمره. نعم، الإمام النووي يقول هذا محمول على باب التكريم والتزيين، كالأخذ والعطاء، الأخذ باليمنى والعطاء باليمنى، دخول المسجد بالرجل اليمنى، دخول البيت باليمنى، حلق الرأس وقص الشارب ابدأ باليمين، تقليم الأظافر ابدأ باليمين، نتف الإبط ابدأ باليمين، الاكتحال ابدأ باليمين، الاضطجاع على اليمين، كل بيمينك واشرب بيمينك. وهذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما لا تكريم فيه ولا تزيين من باب الإزالة يؤخذ باليسار إكراماً لليمين. نعم، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. اليسرى للخلاء والتنظيف وإزالة النجاسة، واليمنى للأخذ والعطاء والطعام والشراب والمصافحة وسائر الشؤون. وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. وروى أيضاً عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفساً واحداً. وقد روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم بيمينه، وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويعطي بشماله، ويأخذ بشماله. وقد روى الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله، ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. وكان عليه الصلاة والسلام يقدم الأيمن فالأيمن، ويقول: الأيمن فالأيمن. آخر قصة، روى الشيخان واللفظ للبخاري عن أنس رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبناً وأتى داره، فحلبت شاةً فقدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فتناول القدح فشرب، وعن يساره أبو بكر، وعن يمينه أعرابي، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي فضلة شرابه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. سيدنا الصديق سيد المؤمنين على الشمال جالس، على يمينه أعرابي، نظام مريح، الأيمن فالأيمن. قال الحافظ في الفتح: يقدم من على يمين الشارب في الشرب، ثم الذي على يمين الثاني، وهلم جرى
وهذا مستحب عند الجميع، وقال ابن حزم يجب بالضيافة، ابدأ بكبير القوم ثم الذي على يمينه وهكذا إلى أن تأتي على كل الحاضرين.